بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، درسنا واقي كنتن يشنات كمذا من كتاب المنهاج، كتاب الجراح، خاصة كتاب الأيمان بين كسو جري فصل كي شنات كصاب سنة مسائل جامع الأيمان. فصل في مسائل منثورة ليقاس بها غيرها. مسائل فرد السم بكساب سنة فصلك والنوعية بضان له. مركا كتاب الأيمان والرنبا ونقو سوشيقنا قواعد سي أبنك كوبات هي حالي ينوحي قواعد دمان سوشيقنا. فصل كان يكقدم بي يكيكو رينا هل قاعدة إيو فراقية هذه بيكد الوريقية قاعدة سحاوي المعين لا يقع الامتثال إلا به شارع وحو بردبه أما روح دارنا إيو عرفك كل شيء وحان كأهين دارتك مهر قليس المعين لا يقع الامتثال إلا به معين كاسا مرك لبن نقوني سيفي عين ودكتوي هاو شايدة شيقة روح دارنا يو عيما يو بردبي أما شارع يو بردبي بالله باقي بود إنو يهي معنى يفعل شيء معنى أما فعل إنو يهي عين يذات هدو يهي معنى يفعل أو يهي فل أما معنى يهي يكتفى بأقل ما يقع عليه المسمى وحلو كفتومي وحا أير معناها يفلكها ونقنكر وقاعدة الأورنجري وهي الاسم الحكم إذا علق باسم يكتفى بأقل الدرجات منه قاعدة الأورنجري بهالكا كجرته هدوية هي عين هي أما ذاتية هينا وحاويان الاسم المعلق بعضو يقتضي جميع أجزائه قاعدة الأورنجري كبه حيث ما يشاس واسم حكم كادين لوحره حبن يا ذات الوحرو وإن حبن كاسو دن لليمات مرك هالكا قاعدو والله وضع فرق له أي عشر كعاو كد الوريقية مرك أي نكسعون حلف إذا حلف هدو دارتو لا يأكل هذه التمرة تمرتا أيضا أي نسنعونين أي كد دارتي فاختلطت وحي كد هانتي أما كد قدمتي بتمر تمرك له فأكله مركاسو تمرت عوني إلا تمرة هل تمر موين أو بعضها ما بركيت لم يحنث مدا بابي محايا إلي تمرتي وكدارت إنو سنعونين لمه هو إنو عوني محايا حكم كهدين لو حرى السبب مهر قلي إلى الله له سبب كيسي مركا نقم حولي والله إن أنا تمرت عونين تمرتي با تمرك لوغو داراي هاوين كي ميلها لو ارداي مصفها يا تمرتي تمرك لو كغدميي كدمي تمرتي با لو كيناي تي وكدارتي اي كجيرت و ودا عوناي وحان هل حبه كا اهي هل ميد بو سو ريب اذا مدن باب هاي مودن باب ولي دارت او تاغنت لان الاصل هو براءه ذمته اصل وحوي نينكا انان كفاره لوغو لهين دارتنا اي سنجبين يقين يهبال لما هاي إنه هل كان حبيه صهري إنه يتمر كلاته أو تي وقد أرتاي سنة هاي مرة دي سيدة هاي إنك أسيوا أصل كاللود دايوي طيب أو حقود أرتاي حلفاء لا يأكلنها إنه عنا يقود أرتاي فاختلطت وحيكو درمتاي بتمر انتمر كليكو قدمتاي لم يبرى كبار المصمين ما هي إلا بأكل الجميع نم وحقود أرتي والله إن أنتمرت عنها يا أبو هل كان حبه إن العرية حبضي بقى أنتي اللي قال أنتمرك اللي قطورة سيكون بتبادية يعني كأورارتي كجب بتبادية وإنه تمر تاسو قدام وضعونه كلي لأنه هل من هذا الصور ومرك وحد عكرت إنه يهاي كي او قدرت مرك هو انه وضعونه قاعده هذا مريسين وهي اهيد هدي لو خيرو
حكمك بعضو يقتضي جميع أجزائه أيضاً دون وإنه وضعنا هذه كلب دارتي ويتشبيس أيضاً وحكوة عني كرا إنه كل تمر طوراً لقوه وأظن مثلاً هل صلاة باكات تكتي هردا كنا في زي أما ود إلا وديبا مرضا بعض حسوسات صلاة الصلاة القليس القليس بعض هلمان تتي أهيد مظهر باي أهيد مع عصر باي أهيد مع عشية مغرب باي أهيد مع صلاة صباح باي أهيد محط صمي شن تبين التكت سام بتكون بتبادي كرتا خلاف خلاف هو اسكجر لكن سيدا صحلا وحوي وينات شن تبتكت صحوة تكب اللابي ظهر بات كوكي كظهر كظهر شن تبين التكت مركا مبات هبطائن صلاة كرنا في سيئات تكت والله مركا ايضا إلا شن تامدون بيا هيد سيدا اوكلوهي تاروات قراتين برم بلاي أو حكود دارت اللي يأكلن هذه الرمانة حبضا رمانة رمان كان عن رماد وانتقانا إن عنا يا والله يا أبو فإنما يبر وحكود بالرسامة دارتي سأيكوها قاقيسا بجميع حبها لما أنت ذنو عنو واتيادا المريني الحكم إذا علق بعضو يقتضي جميع أجزائه يقتضي جميع لبدا قاعدة وحفر عكيهين المعين ولا يقع الامتثال إلا به معين كبا أما معنية فعلة ويكتفى بأقل درجات أو بأقل ما يقع عليه المسمى أما حب بالنقن إيا ذاته بجميع أجزائها وإلا ليماد الله بضع سؤوك لجبا قعيد ومركا كسي مشغول مين رمانا دوردان مركو عنوء بمركاسي أي هوشي سورة قليسة أو حكود دارت لا يلبس إنو سنحدان إنو بكود دارتي هذين ثوبين الله بضع مروت إنا نحين بأيقا والله يا بول لم يحنت كدن باب ما هيو باللبس أحدهما مضاد إنو حده مت كم إذا هضو حده كدن باب ما هي لأن وحقول دارت إنو سو وده حدنين منه جو كده جين منه هو زجنتي أما هو سو هلمر وده قادنين هضو مت جون أوقع تكان لك كتجو إذن ما دار شبهني ويولي دارت ويوتا جنتها لأن الحل حلف كوحوها معا يوها قاعدة تقنية المعلق بشيئين لم يحصل بأحدهما أما الحكم المرتب بمجموع أمرين لا يتحقق بأحدهما بل وإن بالمجموع لهلا الله بدي بالله فإن لبسهما معا سوى تشيرها ضوحده أو مرتبا إزدبتشوك بوحده حانثة ودارش بإنك هادي إلا الله بدي وضحي تنو حدي عبار بومن عرضين كدي من هذا تيكلو حدي إذا دارتي واجبي إنك كفارة لك الربا أما إسكم مربو باللبستي وضاك الشدي دارتي وإنك واجبي أو أما سوي حكو دارتي لا ألبس هذا ولا هذا تنئية من نحر ما يبور سروال كان إيشار كان من نحر ما يبور قميص كان إيكوفية من نحر ما يبور حانثة وكودا بابية بأحدهما سكد الله بقى مدود حتى تروح دو كده بابي لأنه مدود بجنوب وقعد أرتوا والله بكفارة بقى وما كلا دوام وي الله بيمين والله بدارود والله بدارود وي هدو حتى مد حده أو أسيبه هذا نتي كلا وحده أو أسيبه الله بكفارة لك الربا والله بدارود وكلا دوام وي اللي وحيدك لا ألبس هذا ولا هذا طيب مركاتاس نساسوي شيخ حور أو لا يأكلن ذا الطعام غدا فمات قبله فلا شيء عليه أو حكود ارتحال فلا يأكلن ذا الطعام والله الراشين كان نعونا يابو الراشين بفرط قفيق ونعونا يابو قرما العونا إذا غدا بريتو هدين لقارو أنا يدك سيوان وانا يسين نابول وقود ارتح فمات قبله قبل غد بودن طيب انت بريبا لقارن قلف بود فلا شيء عليه ننك دوشت حمصار فلا شيء عليه وحبرنك الله ما هيست فمات الولو واحتراز بقتل نفسي بلغ احترازي هدو أسقو إزديلو والولو يحق أسقا كفارده وحلقه بحنية تريكديس لأن أسقا فوت نفسه أسقا إزديلو وحد قدبي يعامل بنقيد مقصودي بالغارق مهيا مركا فمات أي إلهي أمر كيبو قرد انتي أجشي أسوه صاب ما أهين ويجي اسم الدليم بألوجه
فلا شيء عليه. لماذا؟ لأنه موسى قارن ويحلقي وحكم ماذا يقدن أهيد موسى قارن مركا موتك وحلمده إنه هلمامه بالله إنه هلمامه الله مذا بعد مجيء القدر وقبل التمكن فلا شيء عليه وحلمده وحلمامي بريبا بلقاره حلو والله إن راجين كان بريعونها يا أبو مركاسو بريوا لقار لك وحلمامي وحلمامي بريدو لقاري أصوهم ولي بحنون أسورة قين راشقون بحيو أقان شايستي بابا قال فيدي وما هيست قبل التمكن إيا النسيان كإيا موت هو أسكمت وإن ما تعطود انتو أو نسياك وقدرنا لك والمده أما وحلمامه أو تلف الطعام أما راشينك وحلابه في الغد بريدي بعد تمكنه انتو أسورة قلي من أكل عندي سحانيته ودنبابها يا نكاس معايا إليه السقا واتمكن وحب أسورة قلي اختيارا بوغتك سقا دارتبي وإن مات أو تلف الطعام أسقا بعد انتي أما راشينك بحلابه هاتي راشين أمر انتي أسقا حلو جداون وخرمي أما ربع عنتي أما معهري وودنت في الغد بريدي مكن لقاري وكل دارتي براشين كباي بعد تمكنه من الأكل وهذا أنت أصورة قشيون عنه من أكله بعد تمكنه من أكله عفوا حانث شيء غاب شيء جي حانث إنك واد بابي لأنه تمكن من البر وعند وأصورة قشي فلم يفعل اختيارا سد ودارتي بأسمين واي مركان نكازي فكان مقصرا ساق جبوت فلو جابيه كفارده ولا جرباوي. وقبله قولان أي وفي موته قبل غد قولان وي وفي موته دمشديس قبله وقبل غد أورد أنت قولان باكوجرة. وحول والله بره دين لجارو إن رشيك عناية. مركا عفوا وفي موته قبل وقبل التمكن قبل التمكن قبل الموت ما موت وانصور داف وفي موته دمشيس قبل وقبل التمكن أودنت وحور والله راشين كان برعون هيا بريد بو قاري واجب أن نبض أقول بريي أصون لكن ولي أسورة جن راشين كانوا عنا أضيار صن هيا أو قان شيستو إنه كرصدر ربا آياتي الله كنت من قلف بوري معقول دارتنو بري راشين كان عنا بريد ولا قال لكن ما سورة قالين إنه كفر حشوه قولاني بكجرو كمكرهين كلا قصبو كلا مكره هذا يلا ذن باب كم كان مرهاي وحوجي ذن شافعيو نينك اللوق قصب دارته إنه تشبيه إما نينك اللوق قصب إنه دارته لبا أكل دحيس قري أكان قو قب تحار دارو كدار إسلام تادو أو كدار الرشين كادي ينتي تادو والله تادو كدار شنقيق يسوس كبربرة كادوسيس ودارتي دارتها ما كنت ميسا بالاتفاق عندنا ما كنت من بقى تان سو خلاف سنة ان كهد لين ليه هو دار ايا ما اوامع ومخلو وقص بادو اسكاو دارتي انا دارتي تشبس وذات بان بغلينات كد دارتي شيء قريب سوقاتي فربو دارتي هدي كلاوي كو قدعي دارتي اتخيارها كد دارتي هدي لو وقص بتشبين تيدي تاسا كم مكرهين في القولان كو هالكاسي كتران ايا ما دارتي هوري بلوغا ما هذه دارت ورلو قصبو لا تنعقد ولا تصح قطعا عندنا لكن قولانك في الحنث بيكجرا جبين تمك لو قصبو قولانك كمقرين صوابكن اثركن وحو اها اني سن دارتاسي اي سن اسحين عدم الحنث عدم الحنث او وحي كدغنتهي بريبا ادغاديدي هدي ادون كو سورغل ادمتو وحي كدغنتها ادو دنتي بري اون لغارين با بري اون لغارين با كدغنت كمكره لأنه فوت البر بغير اختياره فمرك مكره بلتوية وإن أتلف وراشين هدو أو أسوق بإيو أما أو خرب بأكل أو غيره قبل الغد حانث وادن بابا إنك هذا ساقا وحكو عيار صمى وحوري والله إن راشين كان عنا يابر بريت بريء لقارن ببسوق وكالعا أو بغيره أما هو بحييبا أما سيكالو أما ضبو قبتسي وإن أتلفه طعام كهدو ديلو ننكي باد ديلي بأكل عنود بكود ديلي أو غيره بكود ديلي قبل الغد برينتان لقارين قبل الغد برينتان لقارين حانثا ننكا ودار شبيي
حي أسقى مقصرة أسقى حد قدبي دق دقي وإن أتلف طعام بنفسي هذا وصف نفتي سو كدير راشين كبي أو أتلفه أجنبي أو أن كلا راشين كبي إيوه خريبة عصب قدر أما لين كوكا لقوا يعاني يوحي سولة شريبة فكم مكره بلمد يا نينكاس مكرم عن زوم مرة إلا بقول بأكجرة فلا يحنث لعدم تفويته فكم مكره بكلمد يا هاي وإن أتلف أطعام بنفسه محان وإن تلف مياه عفوا وإن تلف في عن أتلف وان زوم مرة وإن تلف أطعام راشين كباب بأي وهلابة وبنفسي إسكبوا هلابة أو أتلفه قبل الغد أجنبي برينتا لجانب أن أجنبي راجينك بإيي فكم مكره إن كان إلا قصبي ولا ميديا وحلوها استملا وحلوها استملا هو معايا الراجينك ما أنا اللي سقى الله بي أنا هو بنسوق هاي بريها لو جار الله وع أسقى إسك إسك خرب مي نين دف دف لو برانك فيلا راجينك بإيي فكم مكره إن كاسي فلم يحنثوا إلا يحنث دارتي ثم تشوي سوح الله ما يستو شيخ حوري أو حوري كدارتي لا أقضين حقك غدا عفوا عند رأس الهلال فليقضيه عند غروب الشمس آخر الشهر أمسائلك لدو ونضو عنه قصب بعد أن انتمر كدارتي أطنو عن سوام مرة يقدر إن كدارتي هذا الرهاشين بأينو الدنبي هذا الدين بح يقام بح شيخ مسائل منثورة أساسا اللوي أو حليف حقود لا أقضين إن ولا وكوك ذا حقك الدين تاذي عند رأس الهلال بشو مكاي بلاتو اما بشو مدح هذا حقا كوسين هيابو غورمات بحين حقا ساتكو دارات فليقضي هو حقا هبحيو عند غروب الشمس قرح مركاي دعادو اخر الشهر بشكل دمات كي اخر كده بشا نضو قدام بيسين كو جيرو مالن كده قدام بي قبل كده مركو دعا وحاب لوضي راس الشهر طيب النوع هذا وان كلا دون الله صعد هذا رأس الشارع صومالي وحيد قانا بشه بالله وجده رأس الشارع العرب وحيد هذا مالك بشه قدام بيه يحب كلا دون زو ماركته رماتك إسكوميش منين ويكل فوقتاي رأس الشارع الصومالي وحيد قانا بشه مالك أهور هي بشه بلد كذا يكودي إذا مالك كوبات هذا بيش أنكوا جرواته ربيع ثاني بقى كوي طبنا صوما ربيع ثاني ويسأله وتقارن مال مدوني مال مدوني كودي سا أيام مضح بيش أصلاً أكتيرة عند العربنا ومولد بقول مالك قدام بيسم مولد با يا رأس الشهر يا سأوكل فهمة مولد مالك قدام بيا رأس الشهر ويقانن بيقول مالك قدام بيسم رأس الشهر يا حديث كي أهم حيكون فسر العرب تصدق فهنتان إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة ما يجدد لها دينها بقول السنة مدح هذا با بقول سنة مدح هذا إله مجدد مصدره شافعي وحاله ومجدد القرن الثاني 100 ثانية ومجدد كده من رأسي كده بقول أنت من سو حور متى دمات كده بقول أنت سأفهم رأسي هذا مقش عند العرب بلا يروح لما السنة كيو وماش قدام بيسا شيء قص يقول دم هذا باللوجي سماه فارس فانا ما يلي هذه رأس الشهر اللي هذا بلو اللي هذا قرن يقص الدحات بشافع مجد نقول لها عمر ذو القرن الأول وي أبو بكر وابا لقام الله الله دين تمرق عصب طهيبة دين تمرق هو دحالي ستة لقاه الله واحد بور كافوفة باش أبو مركم ببنا ينبي بسم الله طيب رأس الشهر ورمات كعند العرب سو قاد ربي ملها مركب حكومي فليقضيها بحي حقي عند غروب الشمس آخر الشهر مركب بشر دعوه مالك قدام بي فإن قدمها ظهور مري على ذلك وكهر مري ورأس الشهر كهر مري بعد الغروب نعد كذب قدر إمكانه إمكان العادي حان ثوادا بابيبه واتكهر مريسي حضور مريسي بحنتي حقي أرد أنت الله أرد أنك لا أقيس قرمه بعد الغروب بعد كهر مريسي
dhicitaanka hor casar dheer xilliga BBC la dhageystay lacagtigiisi muxuu ku hormariyey أو مض فإن قدم على ذلك قرني أو مضى وحاتقي بعد الغروب دعيدة كذب وحاتقي قدر إمكاني إمكاني قضاء الدين قدر أي أسورة قليس الدين تأنو بحيوه ما نبحينين حاني ثواد نبا ولا بصورة لا بصورة الشيخ هذا كور مرس غروب ككور مرسانة حاني ثا هذا بعد الغروب سيفا شفا شوتنا أنه واد نبا بتوي saada u dhacdaba waa inaad u degdegto inaad xaq iska bixiso waa u degdeg weeydo meelaha soo marwarto soo muraaftay xanitha illa qadru limkan imkan kana wal imkan al aadi al imkan al ittirar al ijbari ma laana muqassir ba tahay wixii aad ku xidhay ba sheegi sheegi aad ku xidhay al muayyan la yaqacu al imtithal illa bihi wixii baan hirgelin way hada indayi soomaa wa in shar'a hadu gudagalo في الكيل بيجد حين إذن دين بالغولها راشين يا بدرة صاروا قبل كورد عيب وحب الله بين راشين كميسه أو جوان كلا كبيجو ولم يفرغ أما ولم يفرغ حق أنه سنكف رمينين بيجد ويلي كثرة كثرة الطعام أو الحق إلا بعد مدة لم يحنث تواساس نيجا وجو بالله بي فلكي بكجرة بري هذا يدنها لقعد دور بقوله كيلة شو هاي ده جسوسه وده وده بوا قبل كي كبريب وإن شرع في الكيل حينئذ أي عند الغروب ولم يفرق وصن عمل كده ما ينبيج دقها لكثرته إلا بعد مدة لم يحرثني كمدة باب محايا لي وحين لم يتاي كتاب الصلاة قصوا مرتين صاد وقت وقال هذا ويسد إيو ديار جروج أكون مشقوشه وحليه ده هاي أجر كي كحرنا أول وقت الصلاة كتاب الصلاة بين قصة مرة مرة شيء باللوضو وحلق السوق هذا إن هذا كل أحجر تبع أو حلف وحق دارت لا يتكلم إنه سنهل إن نبو كدارت فصبح أو هلل أو كبر وائزكم مت نبو وحي والله إن أنا هلين أنا نشود هاي نبو وعنا قال لك هذا كيف شود دبي سومالي وريسي مركزه فصبح هو سبحان الله يست أو كبر وتكبير صدي أو هلل وائزكم مت ذكر بليم أو قرأ قرآن من قرآن بأخرية فلاح حنث الدنباب يدارك من متى الله لأن اسم الكلام عند الإطلاق كمرضعه إلا كلام الآدميين هذه كلام هذا اللي يدعه انت بدون حقود عاوية ابن آدم كود هذا الكيسة أذكارت إيو قرآن آخر إيو إلهي حس كيسي لو متشي غالبا غالبا دارت وإنك صومر حقود سنتي على الحرفي أو محقود دارتي لا يكلمه إنسان لها اللي ينبو قدرت والله إنا عليه كلها اللي ينبو وما ذكرها لكن أدوك صومها والله إنا نقول هذا فسلم عليه وسلم السلام عليكم بو حانثة نكا ودار شبي حانثة ودار شبي لأن سلامته وقيب كمدة كلامك كمدة بدليل إن صلاة أي كتش بيسو صلاة أي كتش بيسو نين كغرف دياثرة السلام عليكم أما أنتوا صوكم السلام عليكم السلام وشبه الصلاة إذن صحابي معاوية حكم السلم كان في صحيح مسلم قرن إنسان سوى صلاة كوتشي رأياني هند صوتي نينك بقى الحمد لله يدي يرحمك الله بور ودوكتي ويحكوا دعي نبو وقوي يري صحابة ورطة إندي كعنانتين كدي من هذا البوب الله والو باقي ويحو فهم واي مركز صلاة دمات النبي قال يا محاضر قونا وقفت إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التكبير والتسبيح وذكر الله وقراءة القرآن إذن صلاة هي تحميد هي تسميد ويحرن مركي روح كبو جهنين محين نقدين من كلام الناس ذكر هي قرآن كنبوة كسارة من كلام الناس يا ما رانكو فهمين هذا وركي أنشيء مكو أنفعلا يا جوجي وركاس من كسؤال قبل درس يكتب هالنقط. مثل مركز هذا شأن هنا إذا دقي استغربتان. أن لحد يكون عالي أبار بموجس كديه. وإن كتبه هذو وراق أجوس جوك جوك سدو. أو راسله أما أفرن أدره أو أشار إليه بيد أما جعان أو مدارو أو غيرها أما مدح أو قندي يقرب كي إيش يعرب حون أتاجو فلا حنث في الجديد. نينك حتقدر والله يقول لنا كلها اللي نباتي
كدي بدم باك أزوجش وراقب الكوجو جوكسات وأودرت أو راسله نبض يده حات الهبل يقول تقو وركا يقول شيء و أما وحات سامي سيبا هول با وقبهات إن كان أنا بحنا قعدت أضوي شرط وحات إن كان صاصات تري قال اي باتيا افقدون قال ان غانت كلا توريس او اشار اليه بيد او غيرها الا ان دها لغه ود الله مدح لغه ود الله ميل بدن با لغندياه وخي ان باد كاشارت فلا حنث في الجديد يا دان قبسن مشى في الجديد ويدخو ملاحظه كجرتو وها وهي جديد ما كان لي وحان لغه فهم ان قول قديم مشو كجرو مخالف يا صحنا ما لبد قول اسك سور جيده وحاول لبضه وجديد وي والله بقول الجديد في الأم وفي مختصر المزني لبضه والله بقول وي مركب حكف عن زيد تنبيها فيها قولان أظهرهما ألا حين تبور لبض قول بكجر كحوق بضنا وإن أندم بتشرين تنبيها مركب كفيع دملا هذا لبض قول جديد كجر أظهرهما وكأنه يمين وإن سكع الضهايو دور آيات ضبا لود ليش هذا مسألة ده إن إشاراتكو مرك دار لمرها يهولها الله المال ايسن هذا الاهين الا في حق الاخرس ومرن كتاغ يهي مويير ايود القران كاتلماوي ام عيسى مريم بنت عمران فلن اكلم اليوم انسيا بكتروا وكدارته وش ايدا مرك لو يمد ليدي مخاي وحنا هانا فاشارت اليه بده قران فاشارت اليه اسغت الله ليت قال اني عبد الله اتاني الكتاب لو كلبح مرك هذا الكي كدارته يو إشارة دي لبك لباب النقدين وأنا إشارة مفهمة إشارة مفهمة وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجام أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه إذن وما أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه محمد مركة صهية وحي يهولها إنه يهي كلام حتى بحجاب أو بواسطة إنه كلام يعني لكن نبي الله زكريا آياتك الله تكلم الناس ثلاثة ليال سوية فخرج على قومي مركز وحي شاف أوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية إشارات إشارات أيام مركا يا ميشك الصبح مركا طارت مكا لما ريو قرانكو يا أحاديث توي كلا قادين إشارات كأي هذا الكعادية وعلى الشيء أمر عائشة مر كي هذا يسي بصر آدي أنت يسبحين بوا حاوت من مسلم أوتمن مر كاس تري عائشة وحاطة أم المؤمنين هذان أمهات كم أنت أنا هو دمر واكد والناي هوشان يهفت نذان يهوشان كقيب قادن هبحن مدينة كبحن بولكو نبيكو كدقاق شوك كرويدي حيث والله هذا ورك يجدي دوت بحضه أو تراعضه ضل حقيقي إن زويري إن منكم قال قائل هاي إن كان هو يكو هي إن أنا مرضا بكل هالليل وكدارت كذب وكيف فينا ده على يوم الجمعة قرنا إنسان عايش صورنا قطي يده هوش هذا وحن تلاذي أمنا أم سلامنا أي رم دبودي مركي صورنا قطي ده معي مركي إن الله هذاش أو ترى محاه ما تقول كوش يا جي ميانا عايش كل طالين محمد حقك هو عنا محد كفائد دي وحقوق دها كراعض وين كدارتين لها اللي كرنا معي سميسا يا حائط ألم أقول لك هبحين يا حائط يا حائط مقع عصوبة يد أصميست ويكرها الليس وركضوا وردن بكو أخر دي مرضن بها إخلاف وردن بها سمين لكن يا الله الله يا حائط دربي جوكت أمنا دربي الله ليس عايش حقي فرق أكين فرق دربي الله ليس يا حائط ودربي عايش فهمت هنا إذا الله عنانا هاي أم سلمة بتباد وحكي بتباد دي دارت إني يجيب يسوع صادت الفقهاء وشعوا عيد أن هذا وذا سكون على القدر على هذا الجزء أوضة مع ذينا عنا تحقق أن هذا دارت كاتشبني يا جدار وده الفان او قطر ده المهم ويدي قاسي ارسكي قطر ولو قرأ هدو اخري آية تنبو اخري
أفهمه كفهن سي آيادة أفهمه ونين كفهن سي بها آيادة مقصودة وجدد يسي وقصد حقا نقول لك قراءة القرآن أخصى لم يحرثني كان بدن بابي نباتر والله أنا كلها اللي أسوي أردو قب قبله وأرق سوق راعي بسوق لا وريا كوتشير قوري بسوق لا أدخلوها بسلام باتر أدخلوها بسلام آمني وآيات قرآن نين كان وفهم إن سوق الله دن تظن أنك جودتي محل الصمي ولو قرأ آية آيات دو أقريه أفهمه وكفه نسينها يو أصدق بها بالآية مقصودة وجد صوغ أما بح وقصد أن أولج إذا يمرك آيات دو كل واقع قراءة للقرآن لم يحنث مؤسا دنباب كتاب الصلاة بين كسوم بريه مسائل لم يذا وضرب ولا شيء كذا أرتين إذا وحن قرآن يعني كها اللينين وحول الباب هؤلاء بلا شيء هاي حلق السلف قال مرقوا حقوق تعنت وإلا هدوسن أول قصدين قرآن آخر أول قصدين أول قصدين وأسوى فانسيو أما إسك إطلاقي حاني ثودار كبير وإلا إن لم يقصد إن لم يقصد قراءة للقرآن أول قصدين لبص ورا كجر تمرك أو كدم بابية إن أول قصد تمرك وآيات دب كل واقع إنه فانسيو وشديديسيو وصوغ كورو أما إسك الله يبا وشديدو ملهاي مسوق على جب 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 ورادي كدارته ادخلها بسلام بسكير قرآن قرآن هان ولا متشي ده فهنسين إذا أطلق أو قصد الإفهام حانثا وحوم بدبار يا كريم مركو ولا متشي ده تلاوة القرآن أخرس أو حلف وحوم كدارته الله مال الله والله إن أنا مال الله ينبور وحمال أيها أنت ما بله يبور حانثا وحوم قدام بابي يا بكل نوع وإن قل حتى ثوب بدنه قاعدة أن سمر إنه هي معين قدون غضا معنى إيه فعل الله مال له الله مال إنا المال ومعنى عام مالك هنتيذ هو شيء معنى قود مركا مال وحاكوت من غنيا الاسم إذا علق بمعنى أو باسم يكتفى بأقل ما يقع عليه المسمى وحون مال ليلة هذا مرحبا عرفه هدوء عرف آدم من فعض مال بين نقطة والله بابية كده يو المهم محاويان ماشي كتي من حتى ثوب بدني حانذ وحكودا بابيا بكل نوع نوع البو من الأموال كمدة وإن قل هذا يرادو هذا يرح الله كينية لأنه يقع عليه اسم المال يكتفى بأقل الدرجات بأقل المسمى حتى ثوب بدني مرض أوسيتنا الله كدقة وقبع عرضك وأسترني وكدن بابها ياوي اسمي قباك السورة قالها إياه لكن عرف هذه اللي يرادو هدوني قولي هذا وحن تأمان تمليه على الله وقب الصمالي محسابيس عرفي قينا هذا نرهم على الله قبر الله بعيبه الليل مركز ولا يدونتي هل هذا محاق برد الوو ولايه محاق قش هاي هل صد هذا بجرت هل ولايه جرت مد ولايه أدر ولا أبطوي فربضان تا يرد دمبق وصلاحي بجرة وضي ولا هل هرتي سنتو ساوي استهاجي يحوري يرد كاس رد يموه هلي يبور رد كأنو عن دقي بور رد يموه هلي ددي يدو يمشي كبرد نوان رواية تبرد نيجا دوان اللي بسونه الله سعد ضربه قباي ما قوانيه قبل بدون هاي مركز الصومالي دو حنوجي جيدا لبسك الروح أوقا بكم تريان هنتي ذا يمال كم تريان لكن حتى ثوب بدني وعرف عرف جن كدول وحكود بابا يا وحتى مدبر له مدبر له عفوا الضون يجاد مركان لتحرب طاي إلى ولق عندي سكوت جراي وقط تصرف كراي ومعلق مثل حري عتقه حرينتيسو بصفة لغو حرا حتى ودولية هاي وكودن بابية إلا هو نوع من المال الساقع إسكالي معلق عتقوه بصفة ما أنا قلت صفة ويقوي لك بعض النسخ باقوري وحاطري مثلا هدو الروف كدوه أدونك هو حر هبل هدو يماد أدونك هو حر هبلو صلاة كحون تهي يداد سنة كان شن صلاة جماعة اللازين تحر باطاي صفة كحري انت وليس بدر لما يسترنا أدونك محروبة يصومه إذن ولي وهنتديس وما وصى به لغيره هنتدو حتى تذكر أدر دارمي وهنتديس وما وصى به لغيره
حاتري والله إن أنا الله مال لي أتري والله إن أنا واحد مال الله هي وحاجر حقوق وحين ودر دارنت يددها وحاجر حقوق هنت روح ودر دارنت ولي وام حي وهنت الله إذا دارته لأن كل ملكه لما هو ملكي إلا وصيد وحوريك جرتي بعد الموت بيوريك يزهوش ولي والنوشة ودين حال على مليء مقر وشرط ودين حال على مليء مقر دين بانين كل هذا يحل قد إلا قاري حقنا وحد كسر دارته وحاط المال مليه والله إن أنا ما هنتل هاي وحاسة جرت الدين أذهب الكل هذا هاي حل قد إلا قاري هب الكونة وانين تناضوا هضنوا وبحين كرة حقنا أقولوا اعتراف سن دين تأت كل هذا على مليء أي غني مقر بالدين الحال إذا وهنت ذادي هنت ذادي لأن الدين الحال عند العرب وعند العرف الناس هو مال صدرت ولا جزك هي قاعد ضدك جنعة تضوي حلي قل لك جاري كيس كينجنا حولها هنتي ذا تالا كاش كأي مدة درك كوتش تي مدة بدا عضاء مدة الدين تي دكانها كلا يقاتير ونوع حسابها يا طيب كدي منو ولا جزك هي دين تي لقى السمرعي مدة كريم وانت يقاقش أتكس سمر تام بيفقد أسكو هيان لقى الزكين ما هي اللهم الحنفي حنابي وكذا قال لما الدين زكاه من عدا توا تدي الأولى يعني تدي كام مقر ما هو تلقاه الله ومذا الأولى ولا جون سيدا صوابك هدي هنتي ده إلا ما مليون تاعي مليون الدين هاي ملك الدين كا كزكين مش ما ده أسكال ضبط أسكاله يا كزكيزون يا كم مقر تاعي يا كسو زكيزني أدوك تهذا يتكام مقر كزكي وحكوية اللي أدلي ضعيف وحكام مقر الدين تاعي وكذا وحال مدة مؤجل دين مؤجل في الأصح أصنا وهانتيو هذا حتى الدين أن حل يدل لك يعني كون مقنته هاي وهانتي الله ده هاي حق أنه حد صوت دار أهان مال ملي مركو حوي ودار تواجبتي لأن ما ثبت في الذمة وكل معين ذمة يروح وحد كل هذا الشيء أضوات هاي ستي كده أنت مرضا لودي دني وأنا قصوم الرئين حتى لقى عوض قادن كرو لعفين كرو زكاة هذه واجب تقول لقب حنا يو لا مكاتب في الأصح كتابة صحيحة وي لا مكاتب نبى وحول والله إن أنا ما الله هاي لكن حولي أظن كتابي وإذا تضحولها إيه كأنتو وأكو حريني كان مال هذه ما مكاتب وأكاد رقاقي من قوانين لأن كتابة حقيسة وحكتها هاي جائزة كتسوق صن غنكرة لكن هذا هو لازمة وإنك صن بركة من غنكرتي لا مكاتب في الأصح لا مكاتب كتابة صحيحة وشرط إلا إذا إلا مركز عقد أصحي أو كلا بحذين إنك أصقع هذا الكتاب كتابة فاسدة هاي أدونك سولي عن هذا كجرا ومالك هذه رأتنا وجبيس رأتنا وجبيس مكاتب حنودي إنه وكل خارج عن ملكي ولا توية لا أسباب تقب حلاب بالله ولا عب حنتيا أو مسوح كل رأتي لا يضرب أنه وأطلق وحلو والله إن قراعها يا بور وطمها يا إبل فالبر بما يسمى ضربا وحكم كل حري بالمعنى أو بالفعل يكتفى بأقل المسمى طيب أو حكم دارت لا يضربنه هبل أن قراعي وأطلق الضرب وإطلاقه مقيد فالبر دار فلنت أما سماها دارت وحكم هرقليا بما يسمى ضربا وحر قرع لغو مقعابه هل قول باكو فلان هل قول هذا كركس يزو منك واد قرع لي دارتنا مجم من كفارا لغو مالها ولا يشترط إيلام حنوچن لما شرديو محايا إلي وحنوچنتو وأعلى الدرجات وي مسمى ضربنا وأقل الدرجات يكتفى بالأقل إلا هو مسمى ضربي إلا أن يقول إنه يهذب مويه أو يوم ينيو ذاك وجرت هذا ضربا شديدا مركا والله لا أضربنه أو لا يضربنه مركا الله هيد هدي أني يدك هيس وحن قراء كقراء هي قراء علوس أما أذك هيس مد درن نيدا يا قول خلا اعتبارنا يا مركا لا قيدي ترى مطلق هيد وليس وضع صوت عليه وعض وخنق ونطف شعر ضربا عور وذاتك وليس وضع صوت عليه قل كرب كذا القدول صارت
نينك أترى والله ما قراعية وأنت كذا سوقة أضل لك تقرب كسرت ما حد كسرت تقرع ما مدى عرفا ولا لغة وضعوي وعض قني قني باتكسيسي قني عرفيان ماها قراعية تمد ماها وخنق عيش يحمى قال لك تزيد جذين حق الله فريست نينك بعد عيش ترون قراعية هي الوالد عيشي اللي والله قرع لورن باي أما حمى قال وده يدونت ونطف شعري تما تفت قرك بعد كل رفت أما ما لها جود لا قدرت ما كرفت تا قرع لما يدي هذا حاجة هوين كم قرع نقول يسوي تمد هوين كم عنقاد كوهري ما راح يسكم ما قاني تما يسكت لقاني وليس وضع صوت عليه عليه على المحلوف عليه عليه ويادة وعض وخنق وضربا قرع معها في العرف طيب أبو حنيفة أحمد نوحيله وقرع لأن المقصود وحصول الإيلام وماش عندي جرى مراعاة الألفاظ عفوا اتباع الألفاظ ومراعاة المعاني بايس هيا شافعي مالكي وحيد هذين واللفظ حقيقة كم مرتين ضرب بالله الله ماش انت ملا تشفي ان حمق لو دغي قنيه ضرب ما لا عرف ولا لغه وحي دين حنفيه يو احمد نو وحي دين نينكم خو دارن هي نينكا انو حنو جيس مزربي ضربا حدا يو غراعي اوشا قنيه با كدرن تملو فجيا با كحنون بدن مدخا با كودلع ان هي لفت كجبتا لا يابا ما كتما لو رجيو مركه وحي دادن وجيدو سخانون ما الإيلام والله لي وقد حصل مركب معنا يفيريين أنقونا اللفظي أيان رعنا كالمالكي شيخ حرقيل وحال ليلي ولا لطم ووكز ولا لطم ننكلاسو يوكز فعل مدن معها قرع وكزي يلكزي يلهزي واسكمت وكزي يلكزي يلهزي وقعانتو ضدوما إن حبتك لقاقا رفت يلابتا يشفك لقاقا رفت ماذا حي مرها يفيرها لقاؤه ثم في العرب متقانه وضرب بجمع الكف على الصدر وإن قعدت ضوبا حبت لقاؤه رفت مرك وجز نوالي هذا فوكزه موسى قرانك لجز نوالي لجز الله يكافي يزا ماشي كافك ها إن لقاؤه نوالي لهز طيب قيلوا حولي ولا لضم من كلاس ووتشي قعد لقاؤه رفت في السن يوكو سناسنا ضرب معها نمباتي والله وكو قراعها كدما تنطمت كلادا يفير بس كلاداش امرنا كلاسير ربع فريم مال دكتي ضرب معها في القيل باصالي قيل باصالي لكن قيل كوش معها والله صح وانه ضرب عرفا وكو درمبا فير كي دنكلاسود وقراع كدر ما بتشرب وبطل قبل باش طيب وقيل كسو حولي ضرب وحال لي دادا سيدي سبا ما مستعمل فيه آلة وهي آلة الله استعماله قل إيو كرباش إيو تشيدل إيو يا ضرب اللي جاذبوا لقيلكو قعان إيو اللقو حلو سكولات تاقو تا ضرب اللي ما يجاه دابوري وهو قراعي يا هبلو قل بروح راتري صادرت الصومالي وانكو قراعي وانكو فيري ويكل دوانت سوما كل دوان وانكو فيري يا وانكو قراعي طيب وانكو طوم هيابا لكن انتو وضاقاته وحاكاسي دير وانكو ديلا هيا انت بوام ويكبر الله رضاك او حكود ارتي لا يضرب انه مئة صوت والله حول بقول كشيدل باكو قد فري او مئة خشبة اما حول وحكو قد فري بقول اولوت فشد وحو حري مئة من الصياد او الخشب بقول اولوت بسكحر اما بقول كشيدل بسكحر وضرب بها بقول كشيدل اما بقول كولوت حكود فتي نينكي ضربة واحدة هل مر بقوسي داي بقول كيبا أو ما سوح كله في ضربة بعثكال عليه مئة شمراخ برا إن عالم إسابة الكل أما وحو قاضي لان بعثكال لان وعرجونك عليه أي كتالو مئة شمراخ بقول فراقيو لان وين بصوغ استوى بقول فراقيو لان مر دوبان أي كبحين فراق سلم يقان وشوين فراقيها بدن لي ninkaasi barra dhaartii waa hagaajiyay way waa goorma in calimaha duu ogaaday isaabata kulli in boqolkiiba kugu dhaceen
boqolkiiba inay ku taabteen. أو تراكم بعض على بعض فوصله ألم الكل أصنوى برا والله مت أو تراكم حائز فولي بعض 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 الشماريخ وبعض الصياد على بعض برا الكلام فوصله منك وحاجة علي لقول دارتين لقراعة هاي ألم الكل دمان علي حنون كودي بقى علي صوابك وحوي فوصله ثقل الكل ألم معها صوابك وحوي ثقل الكل كما في الروضة والشرح الصغير والشرح الكبير وهو أحسن ساسانا صحة محايا هران بوسيخ سويري هدو كدارت لا يضربنه فالبر بما يسمى ضربا ولا يشترط إيلام زمن زمر ولا يسمى يشترط إيلام ترى الديدة يسميش إلا إلى هذا فوصله ألم الكل تاسا ديدة سادرت الروضة يشرح كبير صغير وحي مدوك عبرين فوصله الثقل الكلي عليس كميدان تو انه غدريم ما هي بقول اولاد كون ودا دحي كرام با ويسدل فولي ان با كوغه حبسن انت كلا انت كلا سي ريحيسا من ميدان تيدا با كو غاري من وي كو تابانيس سدا سيلي تورا مركا يد وا اسكا عدايه تن دم حوغ مورن كا جيره او ماشي كو تيميد لوغا قياس قاتاي وا لبا ميلود ميد نبي الله ايوب عليه الصلاه والسلام يا مركو آدو حنون صدي ضدك قارك يكفق هذا والرف هذا الله امتحاني يهون هذي إذا جبر خير بضم باي هذا يمال مال ما هكمل وح في عنا يقع يسوي ذي هذا الروح حنون صوح وقالن كري الروح في ويكل دويني راشين خاص هو يوها مري زي يوح كوك الدوي ذي حوله وتشو جي أو أنت يبي سب راشين كقصو قد أي النبي قال هيد بعد أتكش شيء نبي قال ورئيس توحى قال راشين قال تعودي سعيه إنه تشوي يا حين تمام فرفري كده من راشين كان خوص وقضي حلو والله هي ينان كوجع عن قادم وأنا بقول أولاد كوجع فرية نركي امتحان كده ما إلى عافية محل يقول وخذ بيدك ضغطا فضرب به ولا تحنث عن طوبع عوصة لما الدور انت قاتل صاحبه قبل مر بس كشيبة ليلي marka boqol ee qondo ama haws ya dareema aad marbash ka siiso boqol gaadhay yaa kugu filan baalay su nabi ilaahay ayub oo ugu dhaar baxay ya anaguna hadaan boqol faraaqiyo hal ul waataan bash kaasi oo lagu dhaar baxayaa bay dhay qiyaasan ala qis nabi ilaahay ayub alayhi salatu wasalam haday wa in kaanad min shar'a man qabla haba noqote laakiin waxay ku timid fi shar'a oo ku timid wa anaga soo maray kitabu zina إنه النبي واحد في مد زنيجته ضعيف أو تبرد الرأو حنون سنة أو لف يلد بيك لب عين أو نقضي جلد على عظم والنبي يقول أنت القادان لان تمر هو بقول فرقود له بفكسي أمد كنتن له لا بقول كل علية كبفسي إنت ساقف فلاني هذا الشرع أنا كنت مد قرآن كان كنت مد بحيد ده فلان أمر واضح فلان نغنوق فيه بيداتي معناه هو أنتس ما شاءوا نسكتوا هذا. قلت نو حلو ولو شك في إصابة الجميع بر على الناس والله أعلم ما شاء أفك العظيم. حلو نو ولو شك هذا كشكيه في إصابة الجميع بقول كلا ما وضب إنا إنك أصيبة دو كشكيه بر وإنك أسدارت وأفلية على الناس ضي نقبسون. لا بإيش كلب كجرو نسك إمام نو أشي وحيدا رقي كدم بيي نسك لا يوجد لشافعي ولا لأصحاب الشافعي شافعنا هذا مش نسكا ملها ولا أحد من أصحابنا ملها هو إشكال إشكال كلا بادي كجرة وحاوي ركزة وضبقل وحاكم من أدرعي نكي إزقالها قوت المحتاج إيو الغنية الله بك تابع عجب قبوليها ميد بالله طابع منه وإلا ما طابع قوت كي بالله طابع وحاكو لو كهالي بلقيني أصغر سردو بلقيني ويلكس علم الدين وحكى له كهالي ان العراقي زركشي كله ويكهالي حيل الناس كان شافعي ملها امامك هو وهمي واسمه تسيي ما خلط ما هو الهي سبحانه وتعالى بد الله بعد مشكل كه وحو ولو شك في اصابه الجميع الاصل معوي هي وعدم الاصابه مركز صوره قال معها نوع عباره اسمك وعباره مشكله محان كو سمينا
رافعين أصنع عبارة عبارة مطربة نقطة في الشرحين وفي المحرر به وحيلي محلوج هذا من باب إطلاق الفقهاء للشك على ما يخالف اليقين. فقهاء مر بالشك إطلاقا أجد ظن أجد أطلق هنا الشك وأراد الظن وهو مصطلحات شافعي لفقهاء استعمالان ومر بالشك كليين وحن أجد يقين معها ولو شكها ضم لا يوي أوسن هبن ولو شكها ضم لا يوي أوسن في إصابة الجمع برا مركم ماشى ولو شك واحد كوب إن قناة يسمعنا هذا ظن وإشكال إنسان وقبح إشكال كاس هدي لكن لو حم بارو شك جاءها استواء الطرفين لو حم بارو ووحق بمجري وقول أن لا يقول أحد من الشافعية. طيب شكوا لأن وإنه نض استواء الطرفين ينو رجحنا هذا عدم الإصابة أما إن رجحناته إصابة ولا بعض صدق حرام بين نقطة شكونا غالي وحلو استعمال استواء الطرفين كمرك ظاهر كي انت بدون كله لو متشيدو مرك اشكال كما شو وجه رئيس كو قاد انا اسكا قاتكم شو وحوري وحو كدارتي مثلا او لا يضربنه 100 مره نين بعض حات والله ان بقول غور كو غان قاداهيا ان كو غراعيا بقول غور بقول مر بقول شير لم يبر بهذا لم يبر دارتي سكو فلل مهيو بهذا ومحي بالعذكالي وبالخشب المشدود وبالسياط المجموعة المسدودة نينك يجري وحان بقول بانكو قد فانا يوحان صومر هادو بقول شيء اسكوحر بكو قسيو اما بقول اولو انتو قبتو بكو قسيو اما اللان بقول فراق لأو قد فتاين دارتي ايكو فليس تان اسكي الاري بني مرادا ديديس مرة تري موقت مرة واكو وان لغو تريو بوك هالمرة ومرة واحدة هدان لام بقول فراغ لام مركو قد فتو ومرة لام كون فراقو لهدان هل مركو قد فتو ومرة واحدة لم يبر كبر سمين مهيو كدر فلين مهيو بهذا وكيور لسوشا ومحوها بقول لجمعيي بقول أولودو لجمعيي أما بقول كرباشو لجمعيي أما بقول فراق ساس اللوجي هذا وما يلا إذن تصيصة إن صلح ذا القضاء إن سراعي كريم فروع الفقهية شابعية ودوم حد كي ليسا ورطاق يرى وركي ابن تيمية ورجح الجري الطلاق مرتان بالليل ننكي صدح سراعي مر مهلا مر بس أنت فصل صدح بفراي هذا محاطري بقول قربان قراعي يا باتري هل مر بعد بقول كل فتي ما مرة واحدة عند الشافعية مسوا 100 مرة وي مرة واحدة وي هذا وجهد أزوبة وحات الإسلام يهاي صدح لبعد كذا فرنت هاي قبرنا ما هل مرة فرتي مثل صدح قرب فرتي طلقة واحدة إن من كبير إنك أجر لين زمارك وكأجر لي قرآن محيو الطلاق مرة ثانية تي صدحاتنا فإن طلقها بقى اللي عدي فإمساكم بمعروف صدح قرب إلهك القاضي صدح من مرة إن أنكر إنه مخالف للقرآن عرف في قرآن بكسور جدا دقالك كلي وذا دوك هذه لكن مصطلح يعرف فقه أما شرعه وحتاجرية نينك أورانية صدح نينك إسرائية هل مر بإسلام تفرأي هذا اللغة كعيرنا ومس أول كلوي يا حديث أيضا بيبا حديث أنت قال مر بك عقب رهياني لغة كوريس أجرمي هكلب حين أجرمي هرت لغة كوريس تا طيب واتاي واكم مد ما لا بد من كسون برا طيب نيجي محوري والله لا يدربن طلاق ايو ايمانتو ايو هولها ان اسكو ميل بيو مرام بينت بدل صدرت اسنوي ما دام اوغ كتاب الطلاق يا كتاب الايمان اي فقه اوغ دبدان يهين كتبتي سو دن امثله و خا دغا ام مساله طلاق بو كدغا ام و خا دغا مساله دار هدو دافنا مساله وصايات بو كدرا كتاب جيس التمهيدك ميت كان معها الكوكب الدراري ميوها كل ساسوي عوائي مثلا هذا هذا كان سكعتكم أو حكول أرتى والله لا أفارقك حتى استوفي حقي من كبول حلو والله إن أنا هبلك أنا كان أنا كسيدين نبو أنا كاتجين حتى استوفي حقي منك إلى حقي أن كاقاتو فهرب أنك باب بجيري ولم يمكن أمسور جلنكير أرتى اتباعه كتب قال لم يحنث نك مدن بابي
نن باطري والله هبلون أنا أنكو سيد دينين وأنكات تجينين إلى حقي أنكاقات كيف عجها حكدي أنا وين أنا ربسي إمسورة قلين لا أختي كم أشوف ولي وين تاجت مع سقى بحصدي ما أنا فاروقي أنا ما فاروقين أسقى إيه فاروقي وحنا كل أرتي معوها إنا أنا هو فاروق وأنا كت جاي أهيد وأنا كت دقاق أسقى إيه كت دقاق هذا مرك أرتي كم أشوف وين أزجرنا يلت لم يحنث لعدم محل وحل واي لعدم المحلوف عليه طيب قلت عنه هذا الصحيح وحال لا يحنث حتى ما اسكدايه ولم يكن اتباع وديدين نو هل يعني سورين بوله الصحيح وحاو لا يحنث اذا امكنه اتباعه حتى هذا يسور غليس انه كدبا غلو او سو قبطه او برتيس وسن كدقين دارت كما جمن بو انك اسغى فاروقي انا ما فاروق انا ما كنت دارت والله انا كا تغي نبي هي اسغى ايغا تغانو كما تغي هذا لفظ قرعنا وي لفظ ان رعم كورن مخو فيري معني ninka ha dhaqaaqay haddii qaban kartay waa deysi way ninka asuu ka dhaqaaqay haddii dabsiin kartay adaa si dayo way adaa faruqi hadaba way in faaraqahu aw waqafa hatta dhahaba wa kana mashiin aw abra'ahu aw ihtala ala gariimin thumma faaraqahu aflasa faaraqahu li yusira hanitha shan masalu isdaba dhiga wadaadku laakiin wasa dab yariin wa in faaraqahu hadu ka tago ya tagahay كي دارتي بات نيكا كتغي او وقف الحالف اما وحا استاغ كي دارتي با استاغي حتى ذهب المحلوف عليه الى او كي لو دارتي دقاقي حاتر والله ان انا كاتغين الى حقي اسيس مساسا سنو تغني ما ادو اسك دق اديك دارتي اسك دقاقي با ومفارقان لان عند الشافعي يقطع خيار المجلس وين دقاق قوي هاي دقاق قوينية خيار المجلس هذا نساوي دقاق حاك حق وطفه أنصون نقطة كامة تجين ولي وإن تجدي مفارقة الأبدان هاي خيار المجلس بابين جرت وين له له قيد كوين لا صعود أو وقف الحالف وحا استاجي كير دارتي استاجي حتى ذهب المحلوف عليه إلى دقاق كيد أنت الأولها وسيكون عكرتا وكان ماشيين وين ولا السعودين يقو ولا الصعودة يا وحي استاغ كي دارت كي لو دارتينا سعود كي بيسكو واتي ومحد هيسان مقصور لبا صورة هيسان او ما سابراه وبعفيه وحول النية ودينتي وابكا عفي وحبك وما يست وصورة افراد او احتال على غريم ام حكو وريجي نين او كان دين كلها حول محن كسيد دين ما يلا حقي اسها والهبل بان انا بقول كون كول اسغان كو حولي بول انا مخيل بان هاي ادغنا محتال بات هاي هبل غريم كان ومحال عليه او شو وا دمات حوال المشي كسبنا كلو ديبو او احتال وحاو وريغي الحالف على غريم بكو وريغي او نينكا كلو دين كله ثم انت كذب فارقو كتغي او اما سافلس وها عير توبي كي لو دارتي ففارقه حالف كبا اسكا دقاقي ليسر صهود نوقو وحو هيلو حنث في جميع الصور نينكا دارتي وي كجبتي شنتي صوره نينكا دارتي واجبت دندن بان اوغو دران هدي توره اسكا ديرتو وفارقه وخي او كو دارتي بو اسوغو جبيي تاكالي وان ودا سكوني مخاكو استاجي وا مفارقه ليه ميزيد ادا ايغا فارق ما هدا وان ودا سكوني لبدينوبا اسغرب سكوني adiga ba istaagay igu dhaartay aniga lagu dhaartay waan iska socday kuma faaruqina adaa faaruq laa wada soconay taana way iska cadaa mufaaraqal aan mufaaraqadii ba xaqada ka timid aw abraahu wa bil afdayba tiyo maxaad ku dhaartay wallahi inaan ku siideeyin inaan ila xaqayga isis ninka xaq soo ku siinin yaa afdayba hadii idan ayna wa mufaaraqa macnawiya mufaaraq macnawi wi أو احتال على غريم وحد كور اكتي من دين وأصو كل واحد كور اكتي أصو يكتكت وحد ضبط دقي ثم فارق وثم ركت انتو ورقي بهدنا كتجي هذا مفارقة دي بالله لازم نيجوا حق قصينين حوالد وحوال شرعية لكن استفاء حقيقي أما هذا وحمد الله أفسنين حتى استو فياتري
حتى استوفي حقي منك الى ان غعنتك اغا دغه الى ان ميل كوبسد ما دان دين الى الحوش ما دان دين شنت الى دي سارتي اهيد على عش الى دي سارت حوالدنا معناها فيريزوي ما كو يمه تو دم بيس او درني او افلس يا عيرتوبي كي لو غدارتي با عيرتوبي خول مخاد فاروق بشير ما هي ما انا ادلي يجي خيلو قوا ما هي الله يغوك ففارقه واسكته ورد بول ليوسرس هدن نقضه او شقيسته كي دينته لو لها وان كانت عسره فنذره الى ميسر طيب مره وحان لهناي هلكن او كلو ميل خطره انه سي دايو او نينكا او فارقه فرح كقد واجب لانه هو معسر الهي با واجب يلي. ومع ذلك دارته وي كاجبتي كفاره الاولى شافعي وحال اسقبتي وحي دين وحاتر والله انا تكين واتكتي هضتر والله انا تكنين ان تكت واجب ما كانت تكتن دارته وي جبتي كفاره الاولى صح هو يسمى انت النفر دمي بس كحنا والله انا عشاء تكرين عليها قسم انا تكتو هاكا ولي كو قبرينا يتر قسم انك تكدو marku tugadan waxaan leenahay kafaarada soo socda masaakiinta meesha daa u dhib sidoo kale way inuu faaruq waa waajib laana waa mucsir ninkaan wuxuu ku dhaartaa hadii la helayna kafaarada waa la helay waa lagu leey laana maxay waa laba baabo kala duwan meeti la isku ma qaso baabo i'saarul muxuu aha intidaarul mucsir iyo wujubul kafaar laba kala baab weeyaan leena inaha inaad faantay banu malaynay dhimala aan iskaga tagno المهم مسألة صدح الصورة لابد أوه الرئيسة لابد أوه الرئيسة هي تقدم بسبب حاله للمفارقة صوب جدا وإن فارقه أو وقف حتى ذهب المحلوف به مفارقة لابد أبا الله هي تقدم بسنة أو أفلس فارقه أيضا مفارقة الله هي صدح ذا أما مسألة صدح هذا أبرأ محايا إليه أسقى نكي بري إليه باختياره باختياره مركوا طيب labada marka ibraaga iyo ihtiyaalku ama xawaaladuna adamul istifaab allah haya oo hatta astofiya meesha ka baxday marna mufaaraqo way marna adamul istifaa aris kaga tagno hadda haddii istiraada hatta xawaaladu waa istifaa waxaana waa istifaa majazi xaqiiqi ma dimbala wuxuu sheekhu wuxuu ku dhaarto kale waa in istofa haduu ofsado tii horu wali wadaay وإن استوفى حقه وفارقه فوجده ناقصا إن كان من جنس حقه لكنه أردو منه لم يحنث وإلا حدث عالم وفي غير القولان أو سيد قارون كبر الله قري حلو وإن استوفى حقه حقي سيضو أفسده حقي سيبو أفسده حلو والله إلا أنك سيد دي إلا أن حقي كاهله فرطة لك السارة وفارقه واركنا قاقي فوجده حقي بوهلي ناقصا أسوغر دمنبا العاب بقول كنات كلها هيدي intu isku ka qab qabtay ayuu xuu dhiman taayba waxba maqan fawajada wuxuu la naaqis in kaana kaan dahabad ku lahayd markaas aad waxa aragtay dahabki tiris oo dhiman lacag baad ku leedahay oo dhiman raashin baad ku leedahay oo dhiman waan eegaynaa in kaana min jinsi haqqihi naqsigaas inuu yahay naqsi cadadi ah iyo naqsi macnawi ah uu kala qaadahay hada waa naqsiga macnawiga wuxuu ka hadlay lacag taya fiican leh ama masaga taya fiican leh ayaanu ku siiyay markaas shimuur ay dhibtay ama qamadi bakaarta ku daahday ay dhibtay ama lacag cooshad ay dhibtay anaguna hadda mid fiican baad iga qaaday in kaana haduu yahay xaqiisu min jinsi haqqihi haqiisi waddu la mid yahay way waxa dalasi in kaana shayga loo dhiibay oo helay alwaajib الموجود شيئا لا هي فرت لغاسر هذو من جنس حقي حق هذا كنوع يهي لكنه أرضو منه لكن أكليته لم يحنث مدا باب نكاسك لأن الرداءة لنا لا تمنع الاستفاء ليدنانتو يعني تمر في عنه برنا أتقول هاي مركز كودي بمد سيحانية أي كودي بي واسكو جنسي لكن ويكلا في عينه تمر عجوه كلهيد مركاسو برنكو ديباي ان وتيرتي اد موديسا حقي ما اوفس مسودا اوفسني وا اوفسات لكن وا لبا وا اسكو جنسي لكن وا كلليتا والا هدو يهوي من غير جنسي تمر با كلهيد مركاسو قمدي كو ديباي
ذهب باكل ما قاصف في دكوا ديبي دولار باكل شين سومالي بكوا ديبي حنث واحد دنباء ودنبابة يا عالم بذلك مرك اللي قول ديبي هي هذا أجيد أذكر دنبابي ودارت واجب طيوي وفي غير العالم نين كان أقوله جاهل كأنا القولان لبدا قول باكو جيرة يكو جيري ناسق يجاهلكم الدنبابة هيان أظهركم حبا إني سن دنبابي مرة وين نصوم مرة دورة بين كور أو حلفوا حقوق دارت وذات كي نقد داية ولا هزه لا أرى منكر إلا رفعه إلى القاضي بور والله يقول لا من كل دارته شو ذات خرج علبة مع سيد من الله يا أبي عزري نينك الأرتوح ما نسميها بقالي وين أنا قد بيوي والله يحرم منكر هذان أركو أنا منكر نينك أنكو أركو قاضي يا قان محكمة ضربكم مري أو حلف لا أرى منكر إلا رفعته بوقف عليه إلا رفعه إلى القاضي قاضي قام بندقها يا أبو وجنية فرأى ولد كحو أرك منكر أبو أرك هدي منكر بندها نبسي نبكسي وتمكن من الرفع نينك إنه رفعه قاضي وجد بينه وأسر قش فلم يرفع قال لي أموس جين نينك أورك كم دعوين حتى مات الحالف حنث وادم بابي حتى مات القاضي ما حتى مات الحالف عروا والله نينك أن منكر كو أركو وحنو جين يا قاضي كان كريالية وركي سقاضي كان جينية أصوب مال سعدو أركا دحمان يمنكر نص مين هي إنه دعوين وأسرة كشيء مس دعوين إلى وأصوب دنتي يا دمنا يا كيدارتي كيدارتي حنث نينك وادم بابي عايي لي وحلو عرد رملها تمكنك دارتي حدا والله لي المسلم باكو جرتي وحاو ماشاس فرأى بعلم مسلك جرتها هذونك بصير يعني الرؤية داس والرؤية بصر هذونك دارت أعمى والرؤية علم سكوا هذا فرأى أي علم إذا كان أعمى فرأى رؤية عين إذا كان بصيرا هذا وايد فنان ماي لبلا رأى ماشى كجرت لبلا مسلو نينك دارت هذون دولية رأى وحيت هاي أوجاده منكركي هذون دقبي هنا مين دقبي هنا هو أركو إنها بفكسيه مثل لبات منكرك مثل هذا أيضا مهم جدا وين لبرارج منكرك هو في اعتقاد الحالف مناطق منكرك اللي يجي نينك يدي دارتي هذا منكر أركو يحمى قال لي أن أوجد بينا يا نينك يدي وحاول دارتي هو جنت ميسا وحاول الباص ويقانه منكر الاعتبار في مناطق المنكر هنا وامحي وباعتقاد الحالف وحاصل مرك آمن سيه دون غيره شو حلو ويحمل وحلو حمبار حيث لا نية ويادة ويحمل مكان نيجر وحلو حمبار يا مركو قاضي الشيء ويحمل القاضي إلا رفع القاضي بدون هاي ويحمل وحلو حمبار حيث لا نية على قاضي البلد بلد كنن كاتشو منكر وكؤر كي قال لي يسال له كذا فإن عزل قال لي هدي لعزله لأن أسقى متبادر صم هذا ودق دق هاي فإن عزل هدي لعزل قال لي حلك لقى قاضي فالبر دار فلنت وحيكور جليس بالرفع إلى الثاني قال لي كاكو حين لوجي قال لي بقى لعزلي طيب كاكو حي قال هو شو جينيس لأنه مركه روح زويري إلا رفع إلى القاضي البوغري أشا والجنسية قاضي أو دنبا سوغلي وقاضي البلد أنا صوّد أما قانشيسنا ودي قلف قال لي ودنت أمل عزله كما شاف دنبا أنو يقاضي لعيان وعندما مع عبد الله يجد ما كلا قاضي جامع قاضي ما شيء البان لا للجنسية وتعم جميع القضاة أما وحور وإل أو وحور إلا رفعه إلى قاض بر بكل قاض تاو حي قاضي بلد كلاج عزلي أما كدن تكيب كحجبة توام معي مركو دارني وحوله والله لا أرى منكرا إلا رفعه إلى قاض قاض بأوجين أي قاض في العالم بكثرة بلد كي بلد كغير كي يوطن كله ما يشوف دونه هؤنك جين كرا بمعنى الدعوة جين كراو روحنا ذكى سمع على قلي إن الدعوة يسون بالرباء وقال له وشك توش أيضا برا وحوك دار فلنيا أما كدار بحها يا بكل قاد قاضي والبؤدون كجوجا واتيا طومرتين الاسم إذا علق بمعنى الحكم إذا علق بمعنى عفوا أو بفعل وحقود عيا بأقل بما يقع عليه المسمى قاضي والبؤدون هم بقول شريه
أو أما سوحيري إلى القاضي فلان بور مركو دارين حلو والله إنك منكر كأرك وحان أجين هيا قال لهورش أن أجين هيا سمع الله قال لهورش يتخانى ما خان أو إن كان ناجزين كودي بجرا ليد هورين جن تقول أقعد كريد إلى إنك أقلاتنا كما سو بحنشر أو إلى القاضي عفوا إلى القاضي فلان بوري فرآه منكر كبو أركي منكر كبو أركي ثم عزل قال لي بحلك لقى قاضي وفرساد ورم عادري إلهي بنكو دارت منكر هذا نركو حنوجينه وقال لي هل بنوجينية نينك منكر أنكو قال لي هل بنكو دعوينية منكر كذا إذا حكوا فطاي ثم عزل القاضي قاضي ولا عزلي مركورا إيجي إنه فإنه وهذوني ذكوها يي ما دام قاضيا هبل أنتو قاضي هيبن أجينية حنيثة وحكود بابا يا بعزل القاضي مركو الله يد والله إن كان منكر كأركو قال لي هبل بن أجين هذا نيده كويس زي أنتو قاضي هيبن أجينية وحد كود بابا يسوي رارتك هذا شبطي عزلي دل عزل القاضي جابه لأنه محد أتويس ما أردت وتبسيس إلا وحتى أنتو قاضي هاي طيب حنيثة بعزل القاضي قرما لكن وإن أمكنه ذا أصور قش رفعه فتركه إن أمكنه رفعه رفع المحلوف عليه إلى القاضي فتركه مركه أوكتجي وإلا إن لم يتمكن منه هذا سن أصور قي إنه قاضي هبلك أعيم أجيه فكم مكره بولته يعني لقص بي لأن الإكراه الشرعي عندنا وكالحسي كالحسي نينك أوام حي حور هبل قاضي هبل بنوجي نكي هوش عن كوارك أنتو قاضي هاي أنا مرك هوش أقاش يستو أسي السعودة أم ولي إسوا قالين يا قاضي اللي عزلي وحن كدي جناي نين قصبان بان كدي جناي ما لهم دقة قملا ما جابوا ما جابينن لكن أمر الله يقوم أي فكم مكرهن والإكراه الشرعي كالإكراه العسي وإن لم ينويها دوس النيون ما دام قاضي وصصودهن رفعت إلى قاضي فلان مركو لها قلبي لم أصن كوقبا ما دام قاضيا وإن لم ينوي ما دام قاضيا أنت قاضية دوسن قلبي كوهني بر وحو كدار بحايا بالرفع إليه بعد عزله بقى إنه كدعوة ينينك أنت العزل كدب أنه ما دام قاضيا مرده إليه إلى فلان بانه فلان كهدو قاضية هنا خير وهي هدي العزلين وأنصوك حينينك قريقي سنة كدعوة وحالي هبل قاضي وهذا اللي قاعد يزيد دوله قايب كتها هي بالحماة والصمينية برا بالرفع إليه بعد عزله محايا إليه تيبا قاعدة وهي المعين وقاضي فلان لا يقع الامتثال إلا به والله أعلم لا ينوشه عاوه